جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة خرجت بعدما نزلت آية الحجاب، وكانت امرأة جسيمة رضي الله عنها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: انظري كيف تخرجين يا سودة فإنك لا تخفين علينا. وكان عمر رضي الله عنه يحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه بأن يحتجبن بأجسامهن وأشخاصهن عن الناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لهن لحاجتهن. لكن هنا لما خرجت سودة عرفها بجسمها، لو كانت كاشفة الوجه ما احتاج إلى أن يقول اعرفي كيف تخرجين يا سودة فإنك لا تخفين علينا. وجاء عند ابن سعد أن عمر رضي الله عنه أخرج نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حجة حجها، وجعل عليهن عثمان وعبد الرحمن ابن عوف، وقال: لا يدنو أحد منهن، وكن مختفيات في الهودج لا ينظر إليهن أحد.